تميزت ليلى علوي بأدوار إغراء مثيرة، لها العديد من البطولات السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وفي رصيدها أكثر من 70 فيلم سينمائي. ومن المشاهد الممنوعة لها مشهد الاغتصاب في فيلم قبضة الهلال، وقد سئل المخرج إبراهيم عفيفي هل يمكن تركيب المشهد، فقال المشهد حقيقي وليلى علوي مثلته بانفعال. الفيلم من إنتاج 1991، بطولة جلا فهمي وليلى علوي ويوسف منصور وإخراج إبراهيم عفيفي.